بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معكم أحمد العربي من ميدانات ميكروتك إفريقيا وجروبنا على الفيسبوك ميكروتك إفريقيا. بنرجو من الأعضاء انضمام للجروب وعمل مشاركة المدونة كي يشاهدها الأعضاء الجدد. شرحنا إن شاء الله النهاردة شرح مهم جدا جدا يهم جميع الأعضاء في مصر والوطن العربي، خاصة الأعضاء المهتمية بالدمج على الميكروتك. إن شاء الله النهاردة يا شباب هندمج على الراوتر بورد الـ ARP 3011 بطريقة البريدج. هنشوف بعض المعلومات المهمة وبعض طبعا الأسرار الخاصة بالنسخة 642. يمكن كان لنا شرح ماضي على مدونة مايكروتك إفريقيا بخصوص الدمج طبعا بطريقة الـ NTH على الراوتر بورد الـ ARP 4011، وشوفنا طبعا النسخة 644، ومعانا النهاردة الدمج على الراوتر بورد الرائع الـ 3011 على النسخة 642، وهنشوف بعض الأسرار المهمة وبعض المعلومات حول طريقة الدمج البريدج وبعض الخطوات. طبعا يا شباب احنا اتكلمنا وقلنا ان الراوتر بورد الار بي 4011 والار بي 3011 يمكن هما طبعا مقاربين لبعض في الامكانيات من الرامات الواحد جيجا او البروسيسور او عدد كروت اللان وقوتها التي تصل ل 10 100 الف، ومعانا طبعا بعض المميزات من الليفل الخامسة. تعالوا نشوف النهارده يا شباب طريقة الدمج من خلال الراوتر بورد الار بي 3011 يو اي اي اس، ويمكن لاول مرة الدمج على الراوتر بورد 3011 او ال 4011 كان من خلال مدونه مايكروتك افريقيا. تعالوا نشوف بعض الاعدادات اللي موجوده او الوضع الافتراضي طبعا اللي بيجي لك مع النسخه 642 او النسخه 644. اول شيء يا شباب لو دخلنا طبعا على البريدج بيكون معايا طبعا متفعل خاصيه البريدج ومن خلال البورتس، وزي ما انتم شايفين كده يا شباب واحنا شرحنا البريدج وتفعيل بعض السكريبتات الخاصه بالبريدج. قلنا البريدج وهي عزل الانترفيس او عمل بورتات خاصه بالانترفيس واللانات اللي موجوده في الراوتر بورد لتقليل حجم القفلات واللوب الداخلي في الشبكه، وقلنا القفله كانت بتظهر او بتكون موجوده معاك وهي ظهور المثلث الاصفر وبرجله في اجهزه يوبيكويتي او بعض الرواتر والاكسسات، ومنها طبعا خروج المشتركين من الاكتف والرجوع مره ثانيه في عملاء الهوت سبوت او اليوزر مانجر او البرود باند. تعالوا ندخل على حاجه ثانيه مهمه جدا جدا يا شباب من خلال الاي بي فاير وول مانجل، وهي طبعا عندنا هنا الاضافه اللي موجوده معانا ثلاثه ايتمز من خاصيه الفاست تراك اللي احنا شرحناها، وقلنا الخاصيه دي بتعمل بشكل منتظم وجميل جدا جدا على الرواتر ذو الامكانيات المرتفعه في الرامات والبروسيسور زي الرواتر 750 جي ار برامات 256 او الرواتر طبعا الار بي 3011 او ال 4011. بعد كده لو دخلنا على النات هنلاقي طبعا تفعيل النات شغال معايا، ولو دخلنا على الفلتر طبعا هتلاقي بعض الدروبات وبعض الاعدادات موجوده، ولو دخلنا على الاي بي دي اتش سي بي كلينت زي ما انتم شايفين يا شباب هتلاقي عندنا هنا صاحب الاي بي اوتوماتيك بالاعدادات الافتراضيه من الراوتر بتاعنا، ولو دخلنا على الاي بي دي اتش سي بي هتلاقي طبعا موزع الايباد، والموضوع يعني جميل جدا جدا دون ان انت تعمل اعدادات في المايكروتيك. طيب حضرتك لو انت حابب ان انت تشتغل بطبعا نظام البريدج وهو نظام جميل جدا جدا، لو حابب ان انت تمسح كل الاعدادات اللي موجوده على الراوتر بورد دي، وطبعا عندنا هنا مشكله كبيره جدا جدا لو دخلنا من خلال الاي بي فاير وول مانجل علشان نمسح طبعا خاصيه الفاست تراك، لو ضغطنا على ريموف فالخاصيه دي يا شباب او الميزه دي او السكريبت اللي موجود معانا مش هيتمسح خالص الا في حاله واحده، يبقى هندخل على قائمه سيستم يا شباب هنضغط على ريسيت كونفيجريشن هنقول نو ديفولت كونفيجريشن ريسيت كونفيجريشن هنقول يس، هننتظر لحظات الراوتر بورد هيعمل اعاده تشغيل. خلينا متفقين يا شباب عند سماع كلمه الدمج بريدج فحضرتك على طول اوتوماتيك تدخل على راوتر شركات الانترنت وي او اتصالات او اورنج، طبعا هتختار من الراوتر وهو الاعداد الخاص بالمود بريدج. هندخل طبعا يا شباب هنختار المود بريدج في الراوتر اللي موجود معايا، طبعا نوع تي داتا القديم او الاصدارات الجديده من شركه وي او اتصالات او فودافون. فالموضوع بسيط وسهل جدا جدا، بتبدا تسمي طبعا البولايه اللي هتعملها جديد او الاضافه اللي هتعملها جديد في الراوتر البريدج، وبتبدا تختار كلمه بريدج. في الحالة دي يا شباب بتبدأ لمبة الانترنت بتفصل معاك في الراوتر وعدم وجود انترنت على الراوتر إلا من خلال الراوتر بورد المايكروتيك أو الكيسة، يعني حضرتك بنعمل الراوتر الخاص بشركات الانترنت كوبري ما هو إلا بيوصل خدمة للمايكروتيك فقط، ومن خلال المايكروتيك هتضيف اليوزر نيم والباسورد الخاصين بالشركة، وده الموضوع اللي هنشرحه حاليا. احنا هندمج خطين يا شباب، في اول حاجة احنا عملناها في الراوتر طبعا لو عندك انواع ال 532 او ال 31 او رواتر شركة تي داتا الاصدارات القديمة او الرواتر الجديدة من شركة وي فهتختار الاعداد طبعا بريدج. اول حاجة
حاجه بدخل عليها في اي راوتر بورده شباب عند سماع الدمج او التوزيع علشان ما تبداش ان انت تتبرجل، وهو تسميه الكروت الدخول او اللوكال او الاوت الخروج. اول حاجه احنا هندمج خطين يا شباب، ومفيش طبعا عندي خطين حاليا، فهندمج على الراوتر بورد اللي موجود معايا اللي هو الار بي 3011 يو اي اي اس خطين بريدج. البريدج طبعا دمج جميل جدا جدا، دمج هتاخد منه تصفح كويس، وهتاخد منه الداونلود، وهتاخد منه سحب كويس جدا جدا يا شباب. بس الافضل يكون ان الخطوط في سرعات متساويه، يعني لو عندك خط مثلا 8 ميجا وهتدمج الخط الثاني يفضل ان هو يكون 8 ميجا. لو عندك خط 8 ميجا والخط الثاني 8 ميجا بس عندك طبعا عدم استقرار للخط، عندك طبعا في مشاكل في الكابينه، عندك ارضي على الخط، فدي مشكلة كبيرة جدا جدا في السحب، فهتلاقي الخط اللي هو كويس او الداتا بتاعته واصلة كاملة معاك على الراوتر، فهتلاقيه طبعا هو اللي بيكون عليه الضغط والسحب باستمرار. فأهم حاجة لازم نكون السرعات متساوية، لازم يكون جودة وكفاءة الخطوط كويسة في الكابينة او البورت بتاعك. اول حاجة هندخل نسميها يا شباب وهي الكروت. اول حاجة الايزر واحد، ده هنقول مثلا ان واحد وهو دخول الانترنت رقم واحد، وهنقول طبعا ان اتنين اللي هو راوتر رقم اتنين، وعندنا اخر حاجة وهو الايزر رقم 10 الخروج او الاوت او اللوكال، هنقول اوت طبعا الخروج، وممكن نقفل بعد كده البورتات اللي هي طبعا زيادة معايا، وندمج طبعا الخطين علشان الاعضاء ما تتبرجلش في بقية الخطوط اللي هي طبعا من 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9. بعد كده يا شباب اهم حاجة وهي علشان ما ننساهاش الدي ان اس، طبعا دي حاجة مهمة جدا جدا، واول حاجة الدي ان اس طبعا ده لو حابب ان انت تشتغل بالجوجل، وقلنا الدي ان اس الخاص بالجوجل ما بيقفلش المواقع الاباحية، لو حابب ان انت تقفل طبعا المواقع الاباحية على الشبكة فده حاجة ضرورية وحاجة مهمة جدا جدا، وربنا هيبارك في رزقك وطبعا وهيجازيك كل خير، لازم تقفل طبعا المواقع الاباحية من خلال الدي ان اس الخاص بنورتن، واحنا شرحناه ورفعنا سكريبتات خاصة بالدي ان اس على مدونات مايكروتك افريقيا. بعد كده هندخل نعمل ابلاي واوكي. بعد كده هندخل على الاضافه المهمه جدا جدا وهي اضافه الخطوط عن طريق الثلاثه بي اللي احنا شايفينها او الترابل بي بنظام البريدج. هنضغط عليها زي ما انتم شايفين يا شباب، وهنختار من الموجب او الاضافه بتاعتنا دي، هنختار اخر اختيار اللي هو 3 بي او اي كلاينت او بي 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 او اي كلاينت، هنضغط عليها يا شباب. واول حاجة هندخل عليها وهي تحديد الانترفيس او تحديد الراوتر الاول. احنا بنحدد الان واحد زي ما انتم شايفين، وبنحدد الان اتنين، وطبعا عندنا كل الكروت دي مقفولة، وعندنا الاوت طبعا ده ما يعني شيء طبيعي ان حضرتك الاوت هو يكون الخروج للمشتركين. احنا بندخل هنا الخطوط اللي احنا هندمجها او الخطوط اللي احنا هنحط لها اليوزر نيم والباسورد حاليا. اول حاجة هيكون الخط معانا اللي هو الان طبعا رقم واحد، وهندخل على الاوت زي ما انتم شايفين، وعندي هنا اليوزر نيم والباسورد. اليوزر نيم والباسورد انهم يا عم احمد، اليوزر نيم والباسورد الخاصين بالخط اللي بيجولك مع الراوتر، او بيجولك طبعا في ورقه خاصه بتعريفات الراوتر او اليوزر نيم، تقدر تتصل على شركه وي او شركه اورنج او اتصالات من خلال طبعا الاسم صاحب الخط ورقم التليفون وطبعا رقم القوم البطاقه، هيجيبوا لك طبعا اليوزر نيم والباسورد. اول حاجه لازم تعرفها يا شباب ان حضرتك لازم تكتب الباسورد كامل او يوزر نيم كامل، مفيش اي نقصان او اي زياده، زي ما احنا شايفين بنكتب الرقم كده يا شباب 4142714@data.net.eg. فلازم طبعا الحته دي التعريف الخاص بكل شركه يا شباب لازم تتكتب في العنوان صحيح اللي هو اليوزر نيم اللي موجود معانا، والباسورد طبعا هنكتب اي حاجه كده افتراضي، وهنشيل طبعا ادي الديفولت زي ما انتم شايفين، وهنقول ابلاي واوكي. المفروض ان ده اول خط معايا، المفروض ان ممكن اخد كوبي منه او ممكن اعمل من جديد لو حابب ان انا اعمل لك اضافه جديده. هنضغط تاني على 3 بي او اي كلاينت زي ما انتم شايفين، هندخل على اول حاجه الانترفيس هو خط رقم 2، فهختار طبعا ان 2. عندنا هندخل على الاختيار الخاص بيه، طبعا قلنا اليوزر نيم والباسورد، وهنبدا نختار اي باسورد معايا، وهنشيل طبعا علامه الصح من هنا، وبعد كده هنقول ابلاي اوكي. دي اول حاجه في الدمج البريدج. الدمج البريدج يمكن هو شبيه الدمج البي سي سي، طبعا الدمج الان تي اتش مختلف جدا جدا. الدمج البريدج يا شباب عاوز تركيز شويه في المنجل وفي طبعا الاعدادات اللي موجوده والاضافات اللي موجوده فيه، بس هو دمج جميل جدا جدا. اول حاجه طبعا احنا عملناها طبعا اضافه الخطوط وخلصنا الخطوط، بعد كده احنا عملنا طبعا حته الدي ان اس واتكلمنا عنها. اخر حاجه وهي حاجه مهمه جدا جدا وهي اضافه الاي بي ادرس ليست
طبعا لللوكال للخروج. احنا هنعمل اضافه واحده بس للخروج يا شباب، مش هنعمل اضافه ايبهات للرواتر زي ما كنا بنعمل في البي سي سي، بنقول 192.168.1.5 وبعد كده بندخل في الاي بي راوت نعمل الجيت واي الاصلي للراوتر. احنا هنعمل هنا 10.0.0 طبعا 1 فلاش 24، هنقول هنا على الانترفيس الخروج اللي هو الاوت ده خروج المشتركين. طبعا الناس هتقول لي طبعا فين ايبهات الرواتر؟ الرواتر حضرتك اما تعمل اليوزر نيم والباسورد هنا صحيحين وكويسين والرواتر شغاله عندك بالفعل، فبيظهر هنا حرف الار ان الراوتر ربط بدون اي مشاكل، وبيظهر الاي بي ادرس الخاص بالراوتر من الشركه مباشر، بيظهر في القوامه اللي موجوده هنا، بيبقى عندك طبعا ثلاثه ايتمز الراوترين والاي بي الخروج بتاعك اللي هو الاوت اللي احنا عاملينه. بعد كده هندخل على حاجه مهمه جدا جدا يا شباب، وهي طبعا الدي اتش سي بي. احنا بنعمل كل حاجه علشان نعمل ايه؟ علشان يا شباب نشتغل على الفاير وول والمانجل والنات، لان الفاير وول فيها اعدادات كبيره شويه، قلنا عن الدمج الان تي اتش وعن الدمج البي سي سي. هندخل هنا طبعا في الدي اتش سي بي ان انا هوزع ايبهات اوتوماتيك على الشبكه بتاعتي من خلال طبعا اضافه اللوكال او الاي بي ادريس، طبعا الادريس ليست الخاص باللوكال علشان يشتغل معاك الدي اتش سي بي سيرفر مباشر بدون اي مشاكل. بعد كده هندخل على الاي بي فاير وول في المنجل، هنشتغل على المنجل اول شيء يا شباب وبعد كده النات، لان النات هيكون فيها اربع اضافات فقط، انما المنجل فيها كل الشغل، فحضرتك ممكن تتلخبط معايا في شرح المانجل بالذات، واحنا شرحنا الدمج البريدج والبي سي سي والان تي اتش، بس عايزين نشرح على مختلف الرواتر اللي انتشرت وظهرت الفتره الاخيره. الموضوع بسيط جدا جدا، هناخد دخول وخروج. دخول يعني ايه؟ ان خروج يعني اوت. الموضوع بسيط، يبقى هنعمل اول اضافه معانا هتكون يا شباب ان، يعني دخول الانترنت. اول حاجه هنختارها هنا هي ان، طبعا انبوت، تمام. بعد كده المفروض ان انا اختار من الانترفيس ان انترفيس يا شباب، وهي طبعا 3 بي او اي. الاوت بتاعتي اللي انا عملتها اللي هي الخط، انا داخل على المايكروتيك بالان، يبقى هدخل بالان اللي هو الراوتر الاولاني، تمام كده. طيب بعد كده هدخل على الاكشن يا شباب، هختار من الاكشن طبعا مارك كونكشن. طبعا احنا نفس الاعدادات هتلاقيها موجوده في الان تي اتش او البي سي سي في المنجل، هتلاقي كل الاختيارات زي بعضها من الاكشن يا شباب او من الاختيار مارك راوتنج او مارك كونكشن، فالاعدادات سهله وجميله جدا جدا. اول حاجه من طبعا اختيار الاكشن مارك كونكشن هختار من النيو كونكشن مارك، هبدا اعمل التسميه بتاعتي، اقول وليكن لان 1 او لان 1، بعد كده هقول ابلاي، وبعد كده هاخد كوبي يا شباب، هاخد كوبي من طبعا الاضافه بتاعتي دي، لان قلنا الخط الواحد هيكون ليه اربع اضافات، الخط الواحد هيكون ليه اربع اضافات. اول حاجه انا خدت كوبي منها طبعا الان انترفيس، المفروض ان ده الخط رقم 2، يبقى اختار 3 بي او اي اوت 2. بعد كده الاكشن هختار لان 2، يبقى هبدا اعمل كده ابلاي واوكي. طبعا دي اول اضافه سهله جدا جدا، الموضوع بسيط. المفروض طبعا لو هعمل خط ثالث خط رابع هتبقى نفس الفكره، تكرار وتغيير في ال 3 بي او اي طبعا، او ال 3 او ال 4 او ال 5 الى ما لا نهايه، وشرحنا الكلام ده يمكن معظمه على الرواتر بورد اللي هي 24 بورد. تاني حاجه يا شباب وهي الاوت بوت، احنا عملنا ان بوت، عندنا خروج هنخليه اوت بوت بقى، يبقى هنخرج الاوت بوت، الاضافه الجديده هتكون اوت بوت، يبقى احنا عملنا ان ودخول، يبقى اول حاجه هنختارها من هنا ايه؟ الاوت بوت. الاوت بوت سهله جدا جدا معانا، وهنختار طبعا كونكشن مارك زي ما انتم شايفين يا شباب اهيت. هنبدا ناخد طبعا لان واحد اللي موجوده معانا، بعد كده هدخل على الاكشن، الاكشن اللي موجوده معايا هنختار مارك راوتنج، هي نفس الفكره بتاعت ال ان تي اتش على فكره، مارك راوتنج اهي، الفكره بسيطه وسهله جدا جدا. وهناخد معايا تسميه جديده وهنخليها مثلا بالكابيتال دبليو او 1 1، تمام. وبعد كده هنقول ابلاي، وبعد كده هنقول كوبي. هندخل على الاعداد الاول، هنقول كونكشن مارك زي ما انتم شايفين، هناخد رقم 2 او لان 2، وبعد كده هندخل على الاكشن، وبعد كده هنختار طبعا رقم 2 ونعمل التسميه بتاعتنا رقم 2 الاضافه. انا باخد كوبي علشان اسهل لك الموضوع وعلشان اعمل لك اعدادات الدمج بايدك دون حاجه للسكريبتات، دون حاجه للبرامج، دون حاجه ان انت تشوف شروحات كتيره، طبعا تبدا ان انت تتفرج على شرح نص ساعه او اكتر وتطلع منه مش فاهم حاجه. ممكن حضرتك انا بتكلم في بعض المعلومات
اللي الرواتر بورد الكبيره في البريدج، او عندك بعض اللي طبعا الاعدادات اللي بتكون جايه في المنجل. فده الشرح ده مش مخصص طبعا لدوله معينه، لجميع الدول وجميع الاعضاء طبعا بتشتغل على الرواتر بورد العاليه في الامكانيات لو عندك مشتركين كتير، او حضرتك بتدمج وتوزع من على نفس الراوتر. فالاعدادات دي لازم تكون فاهمها ولازم تكون عارفها علشان المشاكل دي بتقابل الاعضاء. فاحنا بنجيب شرح من البدايه الى النهايه. هندخل على الاضافه الثالثه يا شباب، والاضافه الثالثه دي مهمه جدا جدا وعاوزك تركز فيها، لان فيها اضافه الخطوط، والخطوط هتبدا معانا بالرقم الخط او رقم عدد الخطوط اللي موجوده هتدمجها، وهتكون البدايه بتاعتهم بصفر او زيرو، غير الدمج ال ان تي اتش، لان ال ان تي اتش كنا بنبدا طبعا باربع خطوط، واحد طبعا اربعه اثنين اربعه ثلاثه اربعه أربعة. إنما الخطوط هنا يا شباب هتكون مثلا 4 0 4 1 4 2 4 3. تعالوا ندخل نشوف الإضافة الجميلة ديت في المنجل. هنبدأ نعمل إضافة، ندخل طبعا نفس الإعدادات، مفيش أي تغيير معانا خالص، هندخل في الـ N Interface. طبعا من خلال الـ N يا شباب هنا هنبدأ نختار الكارت بتاعنا اللي هو الخروج، خروج الأوت بتاعي اللي أنا سميته طبعا في البداية. بعد كده بدخل على قائمة الأدفانسد، تمام؟ هدخل من إعداد بير كونكشن يا شباب، وببدأ أختار تاني اختيار وهو باوت ادريس اند بورتس. زي ما انتم شايفين كده ببدا اعمل اجمال الخطوط بتاعي. انا هدمج كام خط حاليا؟ هدمج مثلا 2، يبقى 2 0 زي ما انتم شايفين كده. كان في شرح ال ان تي اتش طبعا كان 2 1 طبعا 2 2 زي ما انتم شايفين. لو هدمج اربع خطوط يبقى هدمج اربعه زي ما انتم شايفين، هيبدا ب 0. يبقى هندمج 2 طبعا هيبقى البدايه ب 0، وبعد كده هندخل طبعا على اختيار الاكسترا زي ما انتم شايفين. اختار من الاكسترا طبعا ديست ادريس تايب زي ما انتم شايفين كده يا شباب، واختار من هنا زي ما احنا شايفين لوكال اللي هو الخروج بتاع اللوكال طبعا. وبعد كده هدخل على الاكشن، وبعد كده بنختار من الاكشن اختار مارك كونكشن اهي، اختار مارك كونكشن زي ما انتم شايفين. وبعد كده هعمل التسميه بتاعتي اللي موجوده اللي هي هتظهر على طول، هبدا اختارها اللي هي لان واحد. بعد كده اقول ابلاي اوكي يا شباب، هدخل اعمل نفس الاضافه او ممكن اختار نفس الاضافه دي كوبي علشان ما تعبكش. وبعد كده طبعا هنختار على نفس الاوت، وهتبدا هنا تختار طبعا اهوت 2، هتبدا هنا تعمل 2 1 على الخط رقم 2. وبعد كده من الاكسترا لوكال زي ما هي اكشن بعد كده يا شباب اللي هو نيو كونكشن مارك، هتختار رقم 2 اللي هو لان رقم 2 اللي احنا طبعا سميناه مع بعض حاليا. بعد كده بعمل دي طبعا ثالث اضافه. اخر اضافه مهمه جدا جدا يا شباب، وحضرتك لو هتوزع هوت سبوت هنشوفها في النهايه علشان نبقى فاهمين الشرح من البدايه، من خلال الاوت. الاوت طبعا في الهوت سبوت طبعا لازم تفعلها علشان الصفحه تفتح عند المشتركين بكل سهوله وبكل بساطه. وهندخل طبعا على اخر اضافه يا شباب، وهي نفس الاعدادات. هنبدا ندخل على نفس طبعا الاعدادات اللي موجوده في اخر اضافه يا شباب، بس هنيجي طبعا في الان انترفيس زي ما انتم شايفين كده. هاخد الاوت بردك يا شباب اهو، اختار الاوت اللي موجود معايا، وهاجي في الكونكشن مارك اختار طبعا وان واحد، هاجي في الكونكشن مارك اختار وان واحد زي ما انتم شايفين، او لان واحد زي ما احنا طبعا سمينا شباب. الفكره بسيطه جدا جدا في التسميه، الكونكشن مارك زي ما احنا شايفينها هنختار ايه لان واحد. بعد كده يا شباب المفروض ادخل على الاكشن واختار مارك راوتنج، اختار من الاكشن مارك راوتنج اهي يا شباب. بعد كده هدخل طبعا على التسميه اللي احنا سميناها، هنختار وان واحد اهي. طيب بعد كده هقول ابلاي، المفروض هاخد كوبي من الاضافه بتاعتي دي يا شباب، وبعد كده هختار هنا لان 2، وهاجي هنا في الاكسترا مفيش حاجه، الاكشن اخر حاجه، المفروض هاخد وان 2 بالكابيتال وهقول ابلاي اوكي. يبقى كده عملنا الاضافات كلها الخاصه بالمنجل. المنجل طبعا قلنا فيه بعض الاضافات الكتيره، عندنا هنا 8 ايتمز، قلنا لكل طبعا خط اربع اضافات يا شباب. لو حضرتك طبعا عاوز تفعل الهوت سبوت من خلال الدمج البريدج، يعني تعمل دمج وتوزيع بريدج، فمن خلال الاوت فقط يا شباب هنبدا نفعل الهوت سبوت. تعالوا كده نظبط الدنيا فوق كده علشان نشوف طبعا الاوت كلهم يجوا ورا بعض كده. زي ما انت شايف 1 2 3 4، المفروض انه معاك الاجمالي 8 ايتم زي ما قلنا. هندخل على اول حاجه يا شباب زي ما انتم شايفين، هندخل في الاكسترا على طول، هندخل هنا على قائمه الهوت سبوت، هنختار اول اختيار معانا يا شباب،
ده الاختيار الخاص بتفعيل الهوت سبوت علشان تظهر الصفحه بدون اي مشاكل. ثاني طبعا اختيار موجود معانا، هندخل في الاكسترا، هندخل على الهوت سبوت، وهندخل طبعا على اول اختيار موجود معايا. نفس الفكره من الاوت فقط يا شباب، هندخل على الهوت سبوت نفس الفكره اول اختيار، وشرحنا الكلام ده في دمج البي سي سي او دمج الان تي اتش. هتدخل على الهوت سبوت وهتختار اول اختيار يا شباب معاك وهتقول اوكي. يبقى كده عملنا دمج وتوزيع على الراوتر بورد طبعا الار بي 3011 يو اي اي اس، ونفس الفكره على جميع الرواتر بورد طبعا، يعني 951 او الكيسه او اي شيء، الموضوع بسيط وسهل. بعد كده هندخل على النات يا شباب، والنات من الحاجات المهمه جدا جدا في دمج البي سي سي ودمج البريدج. مش شرط قوي ان حضرتك تفعل النات في دمج الان تي اتش، وشرحنا الكلام ده في الفيديو الماضي. اول حاجه هنعملها في اضافه النات كل الاعدادات الافتراضيه زي ما هي، حضرتك من خلال الاوت انترفيس بس هتختار طبعا ال 3 بي او اي الاوت رقم واحد، ومن خلال الاكشن هتختار ماس جريد اهي. وبعد كده هتقول ابلاي وهتعمل اضافه كوبي تاني للخط التاني، وهتقول هنا اوت رقم 2 يا شباب، ونفس الاعدادات بتاعتنا هتقول اوكي. يبقى كده خلاص خلصنا المنجل وخلصنا النات، خلصنا الاعدادات وتسميه الكروت الدي ان اس. الاضافات بتاعتنا اهم شيء طبعا، اول حاجه ومن المهم جدا جدا اوعى تنساها، وهي تحويل المود اللي موجود معاك في راوتر الانترنت الى البريدج. بعد كده يا شباب هندخل على الاي بي راوت، من الحاجات الاساسيه جدا جدا اوعى تنساها في الدمج. هنعمل الاضافه الخاصه بالراوت، وعندك الجيت واي احنا مش عاملين ايباد اصلا، احنا هنبدا نشتغل على 3 بي او اي الاوت واحد، وبعد كده ندخل ناخد الجيت واي بتاعنا بينج. وعندك هنا يا شباب في راوتنج مارك هنختار رقم واحد اللي هو الراوتر اوان واحد اللي احنا طبعا عملنا له اضافه بالكابيتال. بعد كده هناخد كوبي من الاضافه بتاعتنا دي، هنقول راوتر رقم 2 او الاوت رقم 2 على نفس البنج الجيت واي، وبعد كده هنختار من الراوتر او راوتنج مارك هنختار راوتر رقم 2 او وان 2، هنقول ابلاي اوكي خلاص كده. طيب هندخل بعد كده الاضافات الخاصه باولويات الخطوط يا شباب. بعد كده ندخل من الجيت واي زي ما انتم شايفين على 3 بي او اي طبعا اوت واحد الجيت واي البنج بتاعنا، عندنا هنا الديستان زي ما انتم شايفين رقم واحد، وبعد كده هنقول ابلاي، والاضافه الثانيه كوبي على رقم 2 3 بي او اي الخط رقم 2 البنج نفسها، ده الديستانت طبعا هتعملها 2. زي ما انتم شايفين الفكره بسيطه جدا جدا، حبينا نوصل معلومه الدمج طبعا البريدج للجميع. لو حضرتك هتشتغل على الهوت سبوت فممكن تعمل طبعا سيت اب للهوت سبوت على كارت الخروج. هنعمل مثلا هنا الدي ان اس بتاعنا هو 3w.احمد.net زي ما انتم شايفين، هنقول طبعا هنا رقم واحد طبعا اهو، هندخل طبعا نخليها نن، وبعد كده هنقول ابلاي، وبعد كده هنقفل هنا الوايرلس يا شباب. ندخل بالاعدادات بتاعتنا الجميله 0010 سبوت بتاعتي زي ما انتم شايفين رقم واحد، والدنيا كويسه جدا جدا. حضرتك لو طبعا عاوز تدمج بريدج فالفكره سهله زي ما انتم شايفين، والموضوع بسيط جدا جدا دون التعب او السكريبتات، وتبدا تشتغل وتظبط اعدادات بتاعتك لو حابب ان انت تشتغل وتعمل طبعا نظام البرود باند او اليوزر مانجر. يا ريت يكون الشرح فاد الجميع، اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.